بحبك. ميتو يا بيبي. ميرسي يا حبيبي. يلا هناكل ايه بقى؟ لان احنا بقالنا قد ايه مع بعض؟ 5 دقايق. لا مش قصدي، من ساعة ما حبينا بعض يعني. انا هاخد بيكاتا. ناني. خلاص بقى ما تقفش، يعني قول ايه 5 6 10 سنين كده. طب وبعدين؟ وبعدين بقى انا هاخد الحلو، عندهم هنا موش شوكولاي يجنن. انا مسافر. تيجي بالسلامة يا بيبي. لا انا مش مسافر مشوار وراجع، انا مسافر اشتغل في دبي. واو، انا كمان مسافرة بكرة، عندي مؤتمر في باريس. وانت بقى تقضي حياتك كده كلها سفر؟ تفضلي عايشة لوحدك؟ لا، معايا الموبايل بتاعي والايباد وكلبتي. ومش ناوية تتجوزي بقى؟ عندك عرس. والله؟ هو انا ليه كل ما اجيب لك سيرة الجواز كده بتعملي فيها عبيطة؟ قلبي مش عارفة ليه قلبي اتقبض كده فجأة. هو انت كنت بتقول حاجة؟ كنت بقول يا ستي ان انا عاوز اتجوزك، ولو وافقتي هأجل سفري اسبوع نتجوز وبعد كده نسافر مع بعض على دبي. وبعدين بقى في سدة النفس دي، جواز ايه؟ واسيب شغلي وبيتي؟ ويا ترى الجواز ده بقى كومبو والخلفة في الباكج؟ ها؟ وجسمي يبوظ واقف في المطبخ وشعري، ما فكرتش في شعري؟ لا والله انا اسف، ما فكرتش في شعر حضرتك. يعني انت بترفضي؟ لا برفض، دي كلمة صغيرة جدا من 4 حروف، لكن ارفض خالص مالس نيفر ايفر نو بيبي بيكول. بيكول ايه؟ انا عادي 5 سنين. فاين هستناك. وبعدين هما ال5 سنين ايه؟ ما احنا بقالنا مع بعض 10 سنين، حسيت بيهم؟ لا ما حسيتش. شفت؟ ما حسيتش. على فكرة انت ما طلبتش حاجة. لا طلبت، بس واضح اللي طلبته مش موجود في المنيو. مش في المنيو؟ وطلب لحمة راس ولا ايه؟